ناس كانوا عم بيتابعوا أشخاص دائما مع بعض فجأة بطلوا مع بعض، فصاروا يحطوا براسهم إنه أكيد عملت إشي، أكيد أذت، أكيد إبصر شو عملت. فهون صار يجيني هجمات إنه قصص مش حقيقية صارت تنحط على السوشيال ميديا بس بسبب إنه أنا إنه إحنا بعدنا عن بعض كل الأشخاص تبعون السوشيال ميديا. كان يجيني بعد هذاك الموقف كان هيك كثير بأثر على نفسيتي، كنت يعني كنت راح أترك السوشيال ميديا، كان صعب شوي.